بحكم لعبت الى جانب كما لا يخفى عليكم راكم عارفين اني لعبت في النادي القنيطري وانا ابن نادي القنيطري لحقاش الاغلبيه ديال الاخوان ملي مشيت لعبت في النهضه القنيطريه كيحسب لهم انا كبرت في النهضه انا لعبت مينيم كادي جينيور سينيور في النهضه في النادي القنيطري ولعبت في الجوار ديالو كمدافع ايمن وهو كان كجناح ايمن اللي كانت عنده هو كان واحد الوقت واحد اللعاب ما بقيتش عاقل الفرقه ضد من لعبنا لحقاش لعبنا بزاف ديال الماتشات كيسول ذاك المدافع اللي حدا تيقول واش خدموكم ولا مازال الا قال له خدموكم تيقول لي الله انا راه غنلقى فيه ما ندير يعني غيدريب ليه في خاطره غادي يدوز في خاطره وغادي يدير كل شيء في خاطره ولا قال له راه باقي ما خدموناش تيهرب من حداه ما تيمشيش ما تيمشيش عنده ما تيقربش ليه كاع عارفه ما خدمش راه غادي يقتلوا اليوم هذا الشيء اللي كاين